السلام عليكم مشاهدي الكرام، ها انا كنطلع لكم من جديد من مدينه مارتيل. هذا النهار غادي ديروا معايا واحد جوله في هذه المدينه، جوله صباحيه وجوله مسائيه باش تشوفوا شويه الاجواء ديال الصيف كي دايره في هذه المدينه الجميله. باش تشجعونا اكثر ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد. غادي نبداو الجوله ديالنا من وسط المدينه، ومن بعد غادي ندوزو للكورنيش اللي معروفة به مدينة مارتيل. هاد المدينة كيقصدوها السياح من جميع أنحاء المغرب باش يستمتعوا بالأجواء ديالها الصيفية الرائعة، وأيضا المكان المتميز لحقاش مدينة مارتيل قريبة لمدينة المضيق، تطوان، الفنيدق، وكذلك لمدينة طنجة. واللي كيخلي الزوار يزوروها كل سنة هي الأثمنة المناسبة اللي عندهم هنايا، بحال الكرا، يعني تكري دار، المتوسط ديال الاثمنه هو 250 درهم، يعني يمكن تلقى اكثر يمكن تلقى اقل، المهم المتوسط هو 250 درهم. الاغلبيه هنايا الاثمنه ديالهم جد مناسبه صراحه، ولا بالنسبه للمطاعم اللي كتلقى الاثمنه حتى هما يعني اثمنه منخفضين صراحه بالمقارنه مع مدن مغربيه اخرى كنمشيو ليهم، يعني كنلقاو الاثمنه زايدين، وهذا اللي كيخلي بنادم يرجع لهذه المدينه، وصراحه هذا الشيء كيشجع باش كل سنه تزورها. وبالنسبه للناس اللي سبق ليهم جاو لهنا يقولوا لنا الاراء ديالهم على هذه المدينه في التعاليق باش يستافدوا حتى الناس اللي بغاو يجيو هنا، بحال يقولوا لنا الاثمنه ديال الكرباش كراو والبلايص الزوينه اللي غادي يعني اكتشفتوهم وبغيتوا الناس يمشيو ليهم. المهم اي حاجه بغيتوا تقولوها كتبوها في التعاليق باش يستافد غيركم. ودابا وصلنا للكورنيش، هو هذا يعني المركز الرئيسي اللي في مارتيل، يعني إن فوا تقول مارتيل يعني كيرتبط الاسم ديالها بالكورنيش، يعني بالاخص في الليل كيكون هاد البلاصه عامره بزاف. دخلت لكم واحد المقطع في النهايه ديال هذا الفيديو، صورت لكم شويه الاجواء الليليه كي دايره هنايا. بالنسبه لشاطئ مارتيل، يعني هاد الشاطئ اللي كاين على طول هاد الكورنيش، انا شخصيا ما عجبنيش، الماء ديالو ماشي نقي، يعني ماشي شي بحر، يعني بحال شواطئ الحسيمة اللي صراحة نموذج الشواطئ الجميلة اللي هنايا في المغرب. اللي جا هنايا المارتيل كنصح يمشي لشاطئ كابونيغرو ولا شواطئ المضيق اللي كتمتاز بشواطئ رائعة جدا. إلا والو يمكن لكم تسلكوا هنايا في هذا الشاطئ.
ودابا غادي نصور لكم شويه الاجواء المسائيه هنايا في مدينه مارتيل. خليكم مع هذا المقطع.